السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يرحم اللي ماتوا، ما نقولش نحتسبهم عند الله شهداء، بل هم شهداء، وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام. الكارثة هي فينا احنا، غدوة يوم القيامة راح يوقفوا لنا هذا، سيقفون لنا خصوما، وسيقف هؤلاء الرضع والأطفال خصوما أمام الله علينا. معليش، ربي يرحمهم وربي يهدينا كذلك. سيد الوالي مصباح، وانت تهضر على الإجراءات اللي قمت بها خلال الحرائق ولا بعد الحرائق، معليش أنتم مشكورين وبارك الله فيكم، الله يجازيكم وربي يرزقكم واش تمنوا. بصح قول لي واش درتوا لتفادي، ما نقولش تفادي الحرائق، لأن الحرائق هي ظاهرة طبيعية يستحيل تفاديها في كل دول العالم. واش درنا ولا واش درتوا، لأنه ما نقدر ندير أنا والو، واش درتوا باش نتفاداو الكارثة اللي صرات في توجة، ونفس الكارثة ربما راح تعاود تصرى، ونفس الكارثة ربما راح تصرى العام القادم، ونفس الحكاية ستتكرر، ونجتمعوا ونبداو نتباكاو ونقولوا يا ليتنا فعلنا. الأمور دائما نفسها. سيد الوالي، تم إنهاء مهام مدير محافظة الغابات على أساس أنه ما خدمش خدمته، معليش هو قرار مليح، بصح في هلا بيريود كي كان في بجاية وحنا على بالنا ما خدمش خدمته، واش كنتوا ديروا نتوما؟ المجلس الشعبي الولائي واش كان يدير كهيئة رقابة؟ السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي نغين كي كان يزمرم إقادة، كان يزمرم يواش سلو عمالات مني ما تخدم الخدمات أم يسترطق إنهاء المهام. أوي العالي العالي. النقطة الأخرى، السيد الوالي حب يقول بليك السبب ماشي مفرغة ب14. السيد الوالي واش قال؟ قال كاين أصوات تريد خلق البلبلة على أنه الحريق ما بداش في ب14. السيد الوالي أنا نقول لك كاين شهادات من أبناء المناطق المتضررة، وكاين تقارير صحفية تثبت هذه الشهادات باللي النار بدات في ب14. بدات في ب14 ومشات، ونعطيك على شحال الساعة، على 10 تاع الصباح، وسينيالوها لي سيتوايا، وكاين تقارير صحفية في جريدة الوطن. روح لجريدة الوطن في 29 والترونت راهم كتبوا. لا راني نهضر لك تقارير صحفية، ما تهددنيش السيد الوالي، راني نهضر لك كاين شهود ونقلت هذه الشهود تقارير صحفية ونتحمل مسؤولية ما نقول. التقارير الصحفية تاع 29 و 30 جوا ماشي كلمة زوج جويلية، ماشي كلمة زوج تهددني بلا جيستيس. السيد الوالي أنا راني منتخب من الشعب، راني ممثل الشعب وعندي ضمير. السيد الوالي ماشي تهددني تقولي نعيطوا لك شاهد، نعيطوا لك نو نو نو. كاين تقارير صحفية، كاين صحفيين هضروا، كاين جوج صحفيين داروا تقارير، عيطوا لهم قولوا لهم جي انا تقدروا لي انا بركة، انا راني مواطن بسيط لا حول لي ولا قوة. 29 سنة في عمري دير لي زعما تهددني زعما بالعدالة، نجي شاهد نجي شاهد نجي شاهد ونقول نائب العام ها هي الصحافة واش قالت، يعيط للصحفيين نورمال، واش نخاف؟ نخاف من ربي سبحانه. السيد الوالي وعلاش لماذا كل صيف ما نخموش نحطوا دي بوست افونسي تاع حرس الغابات؟ الشباب راهم برا ما لقاوش خدمه، ندخلوهم يروح تخدم تروا موا عسل الغابه. الحمايه المدنيه وعلاش ما نديروش مخطط استثنائي للغابات للحمايه المدنيه في الصيف؟ وعلاش وعلاش المواطن كيدير دوموند دوتوريزاسيون تاع الديفريشمون مرمدوه؟ وعلاش نمرمدو المواطن؟ وعلاش نجروه باش نعطوا لي نيتوريزاسيون دي فريشمو؟ معليش، وعلاش الاداره ما ديرش برنامج خاص باش نوفروا مساحات لتامين القرى؟ نديروا ان دي فريشمون تاع 50 مات، نخلوا النار ما تدخلش للقرى، وتجي تهددني بالعداله. والله العظيم هل من المعقول السيد الوالي، هل من المعقول نروح نقرا هنا في لي مويان؟ شوف شوف لي فوري تاع بجايه عندهم دو كاميو سيتار، دو كاميو سيتار، نها ولايه باكملها دو كاميو سيتار، وتقول لي نعيط لك كشاهد؟ عيط لي كشاهد إيه؟ تهدوني انا بالعداله كلمه زوج ديبوزي وبلاد كلمه زوج. يا ولدي قابلوني بالعمل، اروح سيول لو تيران خدموا اون فاترافاي اونسوم، ماشي كلمه زوج نعيط لي. عيط لي للعداله، ولكن عند الله ساقف لكم خصما. حقره هذه. ها شوف 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 شحال عندهم، شحال عندهم لي موايا هومان؟ لي زاجون دو لي 32 اجون، لي غارديا 28، ولايه جبليه بامتياز، شوف شحال الخدامين عندهم، وتقول لي نعيط لك شاهد في العداله.
كاين بلديات ما عندهاش لي بومبي، كاين بلديات ما عندهمش لي بومبي. اسكو نورمال؟ اسكو سي نورمال؟ سي با نورمال. المهم انا واش نقول، انا ارفض ان يتم تهديدي كعضو. اي جو دينونس لا كومبليسيتي تاع لا بيوي باسكو مسيو البي ا بيوي ميم سي مخالف نكيدي بوليتيكمو و تجطر الوالي راهي ميناسيس لا جوستيس اون بلانت كرا جوستيس لو سي اش ديبوزي بلانت في الليل. واش الحق راهي اوف غير ما راه نخدم ميم سي مخالف هذيك يا اخي شي لفافات يا اخي في قرن لا ليبرتي ديكسبريسيون 5 مينوت 5 مينوت فوق انت 5 مينوت الله عارض العيب احقار برد العيب والله عارف ما تخلصهم زاف ربي ليش ما راهي ديني.